يوصف مستوى النظافة في محافظة الزرقاء بالممتاز بعد أن تحسن وضع النظافة العام بشكل ملحوظ جراء الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في المحافظة. محافظة الزرقاء لاقت اهتماماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمستوى النظافة في أرجائها، وأشاد المواطنون هذا المستوى واصفينه بالممتاز، وأن مشكلة تراكم النفايات لم تعد موجودة كما في السابق. عمال البلدية بيجوا باستمرار يعني على وقتهم المعتاد، وفي عمال نظافة بيظلوا برضو متواجدين بالمنطقة باستمرار يعني، وجولات السيارات بيمشوا بيجوا مسائي وصباحي. المواطنون أكدوا أن محافظة الزرقاء كانت تشهد سابقا الكثير من المشاكل وأهمها مشكلة النظافة، إلا أنهم شعروا مؤخرا بتحسن كبير مع مطالب بتعزيز العمل من قبل البلدية ورفض المناطق بعمال نظافة بعدد أكبر. بالنسبة للنظافة هنا بحي رمزي بشارع حي رمزي يعني بتقدر تحكي 100%، السيارات والضغطات يعني كل نص ساعة كل 40 دقيقة بتمرق سيارة ما بخلوا إشي بالشارع. وبالنسبة لعمال النظافة يعني ما شاء الله عنهم، آليات بتيجي نفسها بالمواعيد يعني، والشارع يعني بالنسبة لي عن أول يعني اختلف كثير يعني عن أول، يعني كان في اهتمام، صار في اهتمام زايد، وصار في ما شاء الله عليهم الشباب يعني صار في مراقبين، وصار في والمواعيد يعني كمان كويسة يعني بالنسبة للضاغطات، وهذا بطل يعني زي أول، يعني اختلف الوضع عن أول. بلدية الزرقاء أكدت أن مستوى النظافة اختلف عن الأعوام الماضية، وأنها تعمل على هذا الملف بشكل مستمر وحثيث كي يكون موضوعا مستقرا بيئيا، مؤكدة أنها تتعامل يوميا مع أكثر من 800 طن من النفايات. مدينة بشكل عام نظيفة، في مناطق بؤر ساخنة مستعصية وقديمة عم نحاول التغلب عليها، مثلا مجمعات السفريات خصصنا فرق خاصة لها، مناطق الحرفية الموجودة داخل حرم المدينة صار لازم هذه المناطق انه تنتقل خارج حدود المدينة. مدينة الزرقاء عانت الأمرين في السنوات السابقة من خلال تكدس النفايات في الشوارع، إلا أن خطة البلدية من خلال رفض أسطول الضاغطات الإضافية وزيادة عدد عمال الوطن أدى إلى تحسن واضح وملموس لدى المواطنين على هذا الجانب.